ريال مدريد وفرانكو خرافات صدقتها الجماهير العربية لسنوات عديدة. أصبحنا عندما نقول فرانكو سنذكر بعدها مباشرة فريق ريال مدريد. فرانكو هو من ساعد ريال مدريد في الفوز بالألقاب المحلية والأوروبية والعالمية. فرانكو هو من كان سببا في انتقال دي ستيفانو إلى ريال مدريد عوضا عن برشلونة. قصص خيالية من هذا القبيل لا تنتهي حول حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي بين ريال مدريد برشلونة والدكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو. ولكن للتاريخ حقائق ومعطيات مختلفة تماما عن ما تداولتها وسائل الإعلام طوال 72 سنة. هل تعلم أنه في عهد فرانكو حرم ريال مدريد من 3 رؤساء بعد نفيهم أو قتلهم أو إعدامهم؟ كرويا، أول لقب محلي لريال مدريد في عهد فرانكو أتى بعد 15 سنة من حكمه لإسبانيا، تحديدا في موسم 54-55. في تلك الفترة برشلونة كان لديه 5 ألقاب، ثم يليه فالنسيا ب3 ألقاب. قضية القرن، انتقال الجوليادور الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو إلى ريال مدريد بدلا من برشلونة. حيثية القضية تقول أن برشلونة اتفق مع ريفر بليت الفريق الأصلي والسابق لدي ستيفانو، لكنه فشل في تأهيل اللاعب مع الفيفا. في المقابل ريال مدريد اتفق مع الفريق المؤقت والجديد لدي ستيفانو، وهو مليوناريس الكولومبي الذي لعب معه لمدة 5 سنوات بعد هروبه من الأرجنتين بسبب مشاكل الفقر وغياب العمل. القضية لم يحسمها الاتحاد الإسباني لفرانكو الذي فشل في إيجاد حل للصفقة، واقترح أن يلعب دي ستيفانو لمدة 2 سنوات في كل فريق. الكلمة الأخيرة كانت للفيفا الذي اعتبر أن نادي مليوناريس الكولومبي نادي يمتلك حق بيع اللاعب إلى أي فريق دون تدخل من ريفر بليت. وعلى هذا الأساس تم إقرار أن عقد بيع دي ستيفانو إلى الريال عقد قانوني، وعلى الريفر والبارسا أن يتقبلوا ذلك. السؤال هنا، أين هو الحدث التاريخي الذي جعل كل العالم يعتقد جازما أن ريال مدريد هو فريق نفوذ بفضل فرانكو؟ في سنة 1959 ألقى خوسيه سولياس أحد قادة نظام فرانكو خطاب شكر لفريق ريال مدريد. قال فيه: لأن أناسا كانوا يكرهوننا في السابق صاروا الآن يفهموننا بفضلكم، والقصد هو ريال مدريد. منذ ذلك الوقت أصبح ريال مدريد مثل السفارة المتجولة حول العالم، استغلها نظام فرانكو استغلالا فاحشا من أجل تبييض صورته خاصة أمام الدول الأوروبية ذات نفوذ كبير. ريال مدريد من 1955 إلى 1960 حقق 5 ألقاب أوروبية بالإضافة إلى كأس العالم للأندية. خلال هذه الفترة تغيرت نظرة العديد من الدول الأوروبية إلى نظام فرانكو الذي لم يعد منبوذا بفضل ريال مدريد. من 1955 وإلى غاية انهيار نظام فرانكو بعد وفاته سنة 1975 ظل ريال مدريد الفريق المفضل لدى فرانكو وعائلته والطبقة السياسية. رغم مروره بأزمة مالية كبيرة سنة 1963 إلا أن الريال نجح في الحفاظ على مكانته الأوروبية والعالمية بعيدا على فرانكو كأكثر فريق مشهور قادما من إسبانيا التي تعيش تحت وطأة الدكتاتورية. ريال مدريد دبلوماسيا وسياسيا هو من فتح الباب في وجه فرانكو لبدء سياسة خارجية جديدة، لذلك أطلق المؤرخين على الفترة من 1955 إلى 1978 عنوانين: فرانكو قبل سيطرة ريال مدريد على أوروبا والعالم، وفرانكو بعد سيطرة ريال مدريد على كل الألقاب الأوروبية والعالمية. في النهاية يقول التاريخ أن فريق ريال مدريد هو من ساعد فرانكو.